بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نواصل بيان ما يؤخذ من الآيتين من قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والآية التي بعدها وهي قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فيؤخذ من الآيتين إضافة إلى ما سبق أن المرأة كالرجل في الثواب والعقاب، وليست على النصف منه كما في بعض الأحكام. فالمرأة على النصف من الرجل في الميراث، والمرأة على النصف من الرجل في الدية، والمرأة على النصف من الرجل في العقيقة، والمرأة على النصف من الرجل في الشهادة. أما هذا خاص بهذه الأحكام، التنصيف خاص بهذه الأحكام. أما فيما بقي فإن المرأة كالرجل، المرأة لها أن تتملك الأموال، ولها أن تستثمر أموالها في المباح، والمرأة لها الأجر إذا أطاعت ربها عز وجل، وعليها الإثم إذا عصت ربها، مثل الرجال سواء بسواء. وكذلك المرأة تعاقب على ذنوبها كما يعاقب الرجل، وكذلك المرأة تثاب على أعمالها الصالحة كما يثاب الرجال. فهذا مما يحث النساء على المسابقة في الخير وفعل الطاعات، وألا يقصرهن أنوثتهن عن العمل الصالح حسب استطاعتهن. ويؤخذ من هذه الآيات ما يشرع أن يقوله من رأى نعمة على غيره، في أن يسأل الله من فضله. إذا رأيت نعمة على أخيك فإنك تسأل الله أن يعطيك مثله، كما قال تعالى واسأل الله من فضله. وكذلك إذا رأيت نعمة على أخيك فإنك تدعو له بالبركة وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا رأيت على أخيك نعمة من الله فادعو له بالبركة، واسأل ربك أن يعطيك مثل ما أعطاه، لا من أجل الطمع، وإنما من أجل أن تفعل الخير وتقدم لنفسك. وفي الآية وصف الله بالعلم الشامل المحيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما. فالله يعطي ويمنع لحكمة، وهو يعلم من يصلح للعطاء ومن لا يصلح، وأيضا يعطي ويمنع للابتلاء والامتحان، ليظهر الصابر عند البلاء والشاكر عند النعماء. فالله جل وعلا عليم حكيم، عليم يعلم من يصلح ومن لا يصلح، وحكيم يبتلي عباده سبحانه وتعالى ليظهر منهم الصابر على الابتلاء والامتحان، الراضي بقضاء الله وقدره من الجزع المتسخط، ويظهر الشاكر على نعم الله من الأشر البطر الذي يكفر بنعم الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله أعلم بشؤون عباده، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. فهو يعطي لعلم سبحانه وتعالى، يعلم من يصلح للعطاء ومن لا يصلح. فهو سبحانه وتعالى أعلم بشؤون عباده وأحوالهم،
وكذلك يؤخذ من هذه الآيات الحث على طلب الرزق وفعل الأسباب. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. فالمسلم يتسبب في طلب الرزق، ومن أعظم الأسباب الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده خزائن السماوات والأرض، فتدعو ربك أن يرزقك وأن يعطيك، ومع هذا تقوم بالأسباب النافعة من البيع والشراء وأنواع الاكتساب والاحتراف، فتقوم بالأسباب التي بها يحصل لك الرزق مع دعاء الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فلا تقتصر على الدعاء فقط، ولكن تعمل الأسباب الجالبة للرزق من الوجوه المباحة. هذا هو المقصود، واسألوا الله من فضله، يعني مع فعل الأسباب النافعة وتجنب الأسباب المذمومة. وفي الآية الحث على الدعاء واسألوا الله من فضله، هذا تكرم من الله سبحانه وتعالى، أنه يقول اسألوني، أنه يقول اسألوني، اسألوا الله من فضله، بخلاف المخلوق فإنه ينفر من سؤال الناس له والطلب منه، لأنه لا يريد أن يخرج من ماله شيئا. فالمخلوق عنده شح وبخل، أما الله جل وعلا فإنه كريم جواد، يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء وأن يطلبوا من رزقه. واسألوا الله من فضله، وأي كرم أعظم من هذا، أن الله فتح بابه لك وقال اسألني وعندي الفضل الكثير. ولا تظن أن السؤال من الله، لا تظن أن الله يكره ذلك أو يتبرم منه، بل هو سبحانه وتعالى يفرح به ويحب من عباده أن يسألوه، ويحب أن يعطيهم وأن يتفضل عليهم. وفيها أن الله سبحانه وتعالى عنده فضل عظيم لا ينقص مع كثرة الإنفاق ومع كثرة العطاء، فإن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار، ينفق على عباده، وهو الرزاق ذو القوة المتين، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، كما هو الحال في المخلوقين أنهم إذا أنفقوا من أموالهم فإن ذلك ينقص منها. أما الله جل وعلا فإنه لا تغيض خزائنه جل وعلا مع كثرة الإنفاق. ولهذا قال ردا على اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، قال الله جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله جل وعلا يداه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده، وأن الله جل وعلا يحب منهم أن يسألوه ويحب أن يعطيهم وأن يتفضل عليهم، ولكن العبد هو الذي يحصل منه التقصير، وهو الذي يحصل منه الكسل عن طلب الرزق وعن دعاء الله عز وجل. فإن الإنسان إذا سعى في طلب الرزق ومن الوجوه المباحة، فإن الله جل وعلا ييسر له مع تقوى الله عز وجل. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا حث على طلب الرزق وقرنه مع العبادة، قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه
قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق ونهى عن السؤال، قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ويبيع، ويكف الله وجهه عن السؤال، يكف الله بذلك وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.